مثل هذه الامور معي من عمان المتنبئ الجوي في طقس العرب السيد وائل الحكيم اهلا بك وائل معنا عسكاي نيوز عربيه طبعا تابعت ما حدث في سلطنه عمان تحديدا اهلا بك كيف ترى الى الان الاضرار كيف رايت ايضا عبور عين العاصفه من مجالها البحري الى دخولها اليابسه والحمد لله انتهت كما اعلنت السلطات العمانيه قبل قليل تاثيراتها. اولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، فعلا كنت اشاهد فيديوهات قويه الان في تقريركم م. للاعصار شاهين طبعا، تعتبر الاعاصير بشكل عام هي اقوى الظواهر الجويه الموجوده على كوكب الارض، بالتالي هي ظاهره جويه لا يستهان بها. يعني بحسب اخر تقرير للارصاد العمانيه فان كميات كبيره من الامطار هطلت في العديد من مناطق سلطنه عمان مثلا الخابوره سجلت حوالي 360 عفوا ملم محافظه سويقا او ولايه سويقا سجلت حوالي 300 ملم عندما نتحدث عن 300 ملم او 360 ملم نعني بذلك ان هناك 360 لتر من الماء هطلت في كل متر مربع وهي كميه هائلة من الأمطار خلال ظرف زمني قصير حوالي فقط 24 ساعة وبالتالي هذا الإعصار يعتبر قوي بالنسبة لهذه المناطق تحديدا التي لا تشهد عادة عبورا للأعاصير خاصة كما ذكرنا في في تقاريرنا السابقة بأن مسار هذا الإعصار كان استثنائي على سلطنة عمان طيب وائل بالنسبة للإعصار شاهين كان يعني هناك استعداد مسبق له، حقيقة يعني من بعد 2006 كان هناك اعصار جونو، من بعده تم الاستعداد سواء في سلطنة عمان أو دولة الإمارات. كيف تقينا هذه الاستعدادات؟ كيف تعتقد هي قللت من ناحية الأضرار سواء المادية أو البشرية؟ آه نعم، من آه حيث الاستعدادات عادة ما تتخذ الحكومات إجراءات استباقية. قبل حدوث مثل هذه الظواهر الجويه عن طريق التنبؤات الجويه الانذار المبكر اعتقد بان السلطات العمانيه لها خبره كافيه في مواجهه مثل هذه الظواهر الجويه خاصه وان سلطنه عمان تتعرض عاده لاعاصير كانت أقوى من الإعصار شاهين، لكن الشيء الاستثنائي في إعصار شاهين كما ذكرنا هو المسار الاستثنائي والمناطق الاستثنائية التي أثر عليها وهي محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة وأيضا محافظة مسقط التي دخل عليها الإعصار مباشرة من بحر عمان. يذكر بأن هذا المسار الاستثنائي حدث مرة واحدة فقط عام 1890 أي قبل حوالي 130 سنة أو 120 سنة. وبالتالي هذا المسار يعتبر جدا استثنائي وغير اعتيادي لسلطنه عمان بالرغم من ان الاعصار كان درجه اولى فقط حيث ان م. السلطنه تعرضت في السنوات السابقه لاعاصير عديده كانت اقوى من ذلك منها اعصار مكون الذي ضرب بالدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه لمنطقه صلاله خلال السنوات الماضيه. طيب سيد وائل بالنسبه لاعلان السلطنه بان التاثيرات الاعصار او العاصفه المداريه التي تحولت طبعا فيما بعد انتهت، ماذا تعني؟ يعني ما الذي يعنيه هذا؟ هل نحن نتحدث عن الاضرار المباشره بمعنى ان التاثير ذهب وبالتالي سنعالج الاضرار الماديه الان؟ يعني ماذا يعني ذلك؟ انتهاء الحاله المداريه يعني يعني ضعف الحاله المداريه وانتهاء ظواهرها المتطرفه التي تترافق عاده مع الاعاصير يذكر بان السلطنه بدات تتعرض للظواهر الجويه او تاثيرات المباشره للاعصار شاهين خلال ساعات يوم امس الاحد بامطار غزيره برياح شديده ضربت العاصمه مسقط، ادت ايضا لإرباك حركه الطيران، ايضا خاصه وان هذه المنطقه ايضا حساسه انها مضيق هرمز وهو شريان نشط بحري في هذه المنطقه. <applause> آه الاعصار ضرب السواحل العمانيه شمال مسقط محافظتي شمال وجنوب الباطنه خلال آه ساعات صباح آه يوم الاحد، لكن سرعان ما عبرت هذه العين او عين الاعصار مركز الاعصار الأراضي العمانية مع ساعات المساء حوالي الساعة الثامنة مساء من يوم أمس الأحد عادة ما يضعف ويتلاشى الإعصار بمجرد دخوله لليابسة يوم أمس أي خلال ليلة الأحد على الإثنين تراجعت شدة الإعصار من الدرجة الأولى إلى العاصفة الإستوائية ثم خلال طيب. ساعات صباح اليوم تراجعت من عاصفة استوائية إلى منخفض مداري ثم انتهت تأثيراته خلال هذه الساعات طيب آه وائل يعني هي بت هي تحدي كبير يعني مشكله طبيعيه كبيره لكن البعض انا قرات البعض من الخبراء قال هي لديها فوائد هطول الامطار بشكل كبير يملا السدود الوديان وما شابه ما طبيعه الاستفاده من هذا الهطول الكبير للامطار اكيد لكل ظاهره طبيعيه لها فوائد يعني بالنهايه هذه م. ظاهره طبيعيه تجلب الأمطار تجلب مثلا الأمواج العاتية التي تعمل على تغيير في المياه وتغيير في التيارات البحرية مثلا وهي مفيدة جدا للكائنات البحرية بالإضافة كما ذكرت الأمطار الغزيرة التي تعمل على امتلاء السدود وأيضا إمداد المخزونات المائية للسدود طيب، مستقبلا أشكرك جزيلا في بالطبع في سلطنمان. طيب اشكرك جزيلا من عمان المتنبئ الجوي في طقس العرب السيد والحكيم شكرا جزيلا لك